ومن حكمة الله في ذلك أن البشرية خلقها الله أطوارا، هو خلقكم أطوارا، وهذه الأطوار تمر بها البشرية، وكلما مرت بطور احتاجت إلى تشريع مناسب لذلك الطور، فإذا تعدته احتاجت إلى تشريع آخر. ففي عهد أبينا آدم كانت البشرية أسرة واحدة، فأحل في ذلك الطور الزواج بالأخوات، أخوات الإنسان إذا لم يتزوج بهن أبناء آدم فبمن يتزوجون؟ فلذلك كان ذلك من مقتضيات ذلك الطور. فلما تعدى ذلك الطور حرم الزواج بالأخوات، ولكن بقي الزواج بالعمات والخالات. ثم تعدت البشرية ذلك الطور فحرم ذلك بالكلية، وهكذا. فلما وصلت البشرية إلى تمام تطورها وتمام ملكتها وتمام نعم الله عليها، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له، وهو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فلو بقيت تلك الكتب غير محرفة ولا مبدلة للبست على الناس، لأنهم يؤمنون بأنها حق وصدق، لكنها لم تعد صالحة للتطبيق الآن، فلذلك لم يتولى الله حفظها بنفسه، وإنما تولى حفظ هذا القرآن بنفسه، ووكل حفظ الكتب السابقة إلى أهلها من العلماء بها. ولذلك قال في ذكر التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن فقال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تولى الله حفظه بنفسه. فإذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام لا يجد شيئا من الإنجيل الذي أنزل عليه موجودا الآن في أيدي الناس، وإنما يحكم المسيح ابن مريم بالقرآن والسنة، لأن الله تعهد بأن يعلمه ذلك، فقال لأمه مريم عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. يعلمه هذا وعد من الله وفعل مضارع يقتضي الاستقبال، معناه سيعلم الله المسيح ابن مريم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والعطف يقتضي المغايرة. فعلم أن الكتاب هو القرآن، وأن الحكمة هي السنة النبوية، والتوراة والإنجيل عطفا على ذلك، وقد علمه التوراة والإنجيل فيما مضى، ولكن في نزوله سيعلمه الله القرآن والسنة، وحينئذ يغنينا عن كثير من البحث. نحن الآن نبحث في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو منسوخ أو محكم، هل هو معارض أو لا. لما يأتي المسيح ابن مريم سيتوقف هذا البحث، تنتهي وظيفتنا في بحث الأسانيد والعلل ودراسة الأسانيد واتصالها وما يتعلق بالنسخ والإحكام، لأن المسيح ابن مريم علمه الله الكتاب والحكمة، فتعلم السنة كما هي كما تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها وطبقها، فلا يكون لدينا إشكال حينئذ في تصحيح الأحاديث. علمها الله المسيح ابن مريم فانتهى الأمر.